اندلعت عدة حرائق في ريف اللاذقية طالت العديد من القرى المحيطة بمدينة جبلة جنوبي المحافظة بحسب وكالة إعلام النظام سانا. وقد تمكن عناصر وحدة الإطفاء وشعبة الحراج في جبلة من إخماد عدة حرائق وفقا للوكالة. ولفتت الوكالة إلى أن عمليات الإخماد ما تزال مستمرة للسيطرة على حريق ضخم اندلع في قرية بستان الباشا بريف جبلة. وسيل من التحليلات والاتهامات بشأن الحرائق. ثمة رواية تقول إن محتكري تجارة الأخشاب والحطب يفتعلون الحرائق للاستفادة منها. وهناك من يقول أيضا إن جماعات لدى النظام تقوم بإحراق بعض الغابات والمناطق الحراجية للسيطرة على أراضيها جميعا وليس على الأخشاب فحسب. فما الصحيح وما الأصح بين الروايتين؟ ما دقة أن يكون الحريق طبيعيا من دون تدخل بشري؟ دخل الشتاء لكن الفصول في سوريا يبدو أنها ما تزال فصلا واحدا ممتدا بجميع ملفاته الإنسانية والسياسية والبيئية أيضا بانتظار انفراجة السماء. مجددا اندلعت عدة حرائق في ريف اللاذقية أمس السبت طالت العديد من القرى المحيطة بمدينة جبلة جنوبي المحافظة. تمكنت وحدة الإطفاء وشعبة الحراج في جبلة من إخماد بعضها، كما لفتت إلى أن عمليات الإخماد ما تزال مستمرة للسيطرة على حريق ضخم اندلع في قرية بستان الباشا بريف جبلة الذي امتد إلى نحو 50 دنما من أشجار الحمضيات وفق ما نقلته وكالة إعلام النظام سانا. من جهتها قالت رئيسة منصة الغابات ومراقبة الحرائق التابعة للهيئة العامة للاستشعار عن بعد روزا قرموقة إن مؤشرات خطورة الحرائق تعود للارتفاع بشكل واضح اليوم، محذرة من ازدياد مساحات الغابات المتأثرة بمؤشرات الخطورة المرتفعة في شمال غرب سوريا. في العام الماضي شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة نحو 2500 حريق التهم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحراجية وتضررت بسببه ممتلكات المواطنين، كما وصل إلى الحدود اللبنانية والتركية وتم تبادل الاتهامات. فبينما قال النظام إنها بفعل الطبيعة وراح مقربون منه لتوجيه اتهامات إلى دول أسموها بالمعادية، وجهت اتهامات إلى النظام بأن عناصر تابعين له تقوم بالفعل بهدف الاستفادة من الحطب والاستيلاء على الأراضي على غرار ما يتداول اليوم. وفق المسح الشامل الأخير للغابات والنباتات في سوريا الذي أعدته الأمم المتحدة ووزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة للنظام من خلال الأقمار الصناعية، ظهر أن الحرائق من أحد أهم أسباب التدهور البيئي في البلاد ما بين عامي 2015 و2020 فقط. فكيف سيكون الحال الآن مع ازدياد عدد الحرائق؟ وهل هي بفعل الطبيعة فقط أم وراءها من وراءها؟ ليست المرة الأولى طبعا التي تشب فيها الحرائق في سوريا. سبق يعني وأن شهدت سوريا كارثة كبيرة يعني قضت على مساحة كبيرة من الغطاء النباتي في سوريا. سينضم إلينا للحديث عن هذا الموضوع مباشرة مراسل تلفزيون سوريا منير الحاج، ينضم إلينا من ريف إدلب، وأيضا ستنضم لنا هنادي زحلوط الكاتبة والمهندسة الزراعية منبون من فرنسا. تحية لك سيدة هنادي. سأبدأ من عندك منير. منير، ليست المرة الأولى، ما المعلومات لديك حتى الآن حيال هذا الحريق؟ نعم، مساء الخير عابد. يعني حقيقة أنه بالفعل ليست المرة الأولى، هي سلسلة من الحرائق تلو الأخرى كانت قبل أيام، آخرها في ذات المنطقة في منطقة القرداح عموما قرابة 6 مواقع اشتعلت فيها النيران وجرى إخمادها بعد أن التهمت مساحة تقدر ب 350 دنم من الغابات الزراعية والغابات الحراجية والأراضي الزراعية الملاصقة. طبعا هذا كان خلال الشهر الماضي. الآن يعني الحرائق التي اندلعت صباح يوم أمس السبت استمرت لفترة طويلة، أيضا واجهت فرق الدفاع المدني يعني صعوبات، فرق الدفاع التي يعني الإطفاء عفوا واجهت صعوبات كثيرة في الوصول إلى أماكن الحرائق، وتمكنت مؤخرا من إخماد عدد من الحرائق أكثر من 5 مواقع
في منطقة الإقليعات والقصابين وكنكار، وأيضا القرى المحيطة في منطقة البودي عموما في ريف جبلة تمت السيطرة على الحرائق باستثناء حريق واحد في منطقة بستان الباشا، والذي امتد يعني على نحو أكثر من 50 دنم من الأراضي التي الأراضي المزروعة بالحمضيات، بالإضافة إلى الأشجار الحراجية الملاصقة لتلك المزارع. طبعا حتى هذه اللحظة يعني لم تتمكن فرق الإطفاء من إخماد هذا الحريق، على الرغم من تدخل طائرة مروحية في عملية الإطفاء تلك. طبعا الحرائق كما قلت يعني مستمرة، بحسب يعني قائد فريق التنصت أو عفوا قائد فريق مراقبة الحرائق في الغابات عن بعد، يعني أكد في منطقة جبلة، أكد بأن الخطورة يعني اليوم ربما هي أخف من الصباح، يعني ستكون خلال 24 ساعة الماضية سيكون هنالك خطورة، كون أن منطقة بستان الباشا يعني ما زالت الحرائق مشتعلة في تلك المنطقة، بالإضافة إلى أن المناطق التي تم إخماد الحرائق فيها هي يعني ربما في مرحلة تبريد ولم يتم الاكتمال من إطفاء هذه الحرائق بشكل كامل. كل الشكر لك مدير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من ريف إدلب. سأنتقل إلى هنادي زحلوط الكاتبة والمهندسة الزراعية، تحية لك يا هنادي. هل تسمعينني؟ نسمعكم جيدا. هنادي، اليوم نتحدث عن بستان الباشا، قرية أو ضيعة رامي مخلوف، ربما ذلك يعني أدى أو أعطى ملمح سياسي ربما للحرائق. هناك اتهامات بافتعال هذه الحرائق، كونك مهندسة زراعية إلى أي حد يمكن أن يكون ذلك صحيح؟ يعني أعتقد كما قال مراسلكم من إدلب بأن الحرائق متكررة، الحرائق منذ العام الفائت والعام اللي سبقه اجتاحت المنطقة الساحلية بشكل عام بين ريفي طرطوس ولاذقية، بما أنه هاي المنطقة هي منطقة غابات ومنطقة أشجار معمرة، ونعرف جدا بأنه أشجار الزيتون وأشجار الحمضيات بنهاية فصل الصيف وبداية الشتاء بتكون الأخشاب بأكثر نقطة جفاف ممكن توصلها، فبتكون الأشجار جافة ومعرضة بأي فتيل، بأي شعلة صغيرة للاحتراق بشكل كامل، وممكن أن تمتد الحرائق على مساحات واسعة. هذا طبعا يحكمه أيضا نقص المواد والمستلزمات اللازمة لدى فوج الإطفاء نتيجة ضعف الميزانية ونتيجة ضعف الخبرات أيضا ونتيجة يعني أيضا شح المياه، في عوامل كثيرة. وبالنسبة لقرية بستان الباشا، بالنسبة لي يعني إشارة إلى أنه هي قرية رامي مخلوف وما يمكن أن يكون وراء ذلك من أمور سياسية، أعتقد هي ما زالت الأمور تكهنات، لأنه عدد كبير من العائلات يسكن بقرية بستان الباشا. صحيح. على الرغم من أنه الأراضي التابعة الأراضي الواقعة بقرية بستان الباشا تتبع بجزء كبير منها لعائلات معينة ومنها عائلة مخلوف، ولكن أعتقد من المبكر من دون دليل واضح بين إيدينا أنه نعرف مين وكيف تم إشعال هاي الحرائق، خصوصاً أنه المناخ الإقليمي والمناخ بشكل عام في العالم يساعد أكثر فأكثر على نشوب الحرائق. صحيح، شهدنا حرائق في تركيا، يعني أيضا حرائق مشابهة قبل فترة قليلة ليست كبيرة. هنادي، رواية تجار الأخشاب ويعني افتعال الحرائق من أجل بيع الأخشاب والفحم، إلى أي حد يعني تجدينها واقعية الآن؟ يعني أعتقد أنه هي واقعية جدا نتيجة ضعف يعني نتيجة شح المحروقات، شح الغاز والكهرباء. الكهرباء تحديدا في مدينة اللاذقية هي يعني التقنين عالي جدا، تقنين 5 ساعات مثلا ووصل الكهرباء ساعة واحدة في المقابل، يعني نتيجة هذا الوضع والحاجة إلى الوقود كفحم خشبي. هنادي، طبعا أتحدث عن افتعال الحريق بهدف الحصول على الأخشاب والفحم.
طبعا يعني هاي نتيجة واقع باللاذقية أو سواها، هو يعني رواية واقعية إنه تكون مفتعلة هاي الحرائق. يعني بشكل عام هذا تفسير منطقي، وكمان تفسير منطقي نتيجة إنه يتم بيع هاي الأشجار كفحم فيما بعد، دليل إنه في تجار عم يستثمروا، سواء كان الحريق مفتعل أم لا يتم استثمار ما بعد أزمة ما بعد الحريق لبيع الأخشاب وبيع الفحم. نعم هنادي، يعني هناك إحصائية تقول بأن هناك 13,000 هكتار من الأراضي الزراعية يعني تضررت بفعل الحرائق. كونك مهندسة زراعية، ممكن تعطينا إضاءة عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بالغطاء النباتي والغابات وإلى ما هنالك جراء تلك الحرائق، خاصة أنها تتكرر؟ يعني أعتقد هاي السنة الحرائق أكثر بالمساحات المزروعة بالأشجار المثمرة، الزيتون وبالحمضيات، ولكن بالسنوات السابقة كانت الأزياء أكثر في سطوح الجبال، في المحميات، في رؤوس الجبال، في محمية الشح والأرز. بكل متكامل ما بنقدر نقول إنه في شيء أهم شيء، كله خسارة كبيرة فعلا، لأنه بالمس بأي نظام بيئي هذا بيهدد الكائنات الأخرى الموجودة بهي البيئة. بالنسبة لحريق يفتعل بأماكن حراجية قريبة من أماكن زراعية، فهذا بشكل خطر عليها، وهذا الحريق كمان بيتسبب فيما بعد أيضا بخطر انجراف التربة. يعني المخاطر اللي كانت أو الأضرار اللي كانت بين السنة الماضية وهي السنة هي واحدة، بتؤدي لتصحر الأراضي، بتؤدي ل يعني عدم تماسك التربة في النهاية، وتعريضها لكل أنواع التعرية، خصوصا نحن قادمين على فصل الشتاء وهذا خطير جدا. وفي مقابل إذا احترقت الأشجار المثمرة ففي صعوبة حاليا في إعادة غرس هاي الأراضي بالأشجار، لأنه لا يتم دعم هاي المحاصيل ولا يتم دعم الفلاحين خاصة في محافظة اللاذقية، ليس هنالك دعم للغراس، دعم في شراء الأسمدة. يعني هاي المستلزمات اللي هي ضرورية جدا للفلاحين، هي مستلزمات غالية جدا وغير مدعومة يعني من قبل الدولة. فهذا كله بيؤدي انه حريق لو دونم واحد هو كارثة كبيرة على عائلات بأكملها، مع حلول فصل الشتاء ونهاية فترة تقريبا حصاد قطاف الزيتون وبداية موسم الحمضيات، فخسارة كثير كبيرة أكيد. نعم أنا سأتلو سريعا يعني إحصائية بحسب وزارة الزراعة في حكومة النظام، منذ عام إلى الآن هناك 180 حريق في 280 قرية، 13,000 هكتار من الأراضي الزراعية تضررت بفعل تلك الحرائق، 11,000 هكتار من المساحات الحراجية أيضا تضررت، 370 منزل و 7,300 خلية نحل و 47,000 طن من الإنتاج جاهز للقطاف، كان جاهزا للقطاف بالأحرى، ويعني أتى الحريق عليك. هنادي سريعا، كون المناخ الإقليمي كما تفضلتي هو مناخ مهيأ لتلك الحرائق، لماذا إلى الآن يصر النظام على رواية افتعال الحرائق، وكان سبق أن أعلن بالحكم على مجموعة من الناس بالإعدام باتهامه لهم بأنهم افتعلوا الحرائق الماضية؟ يعني أعتقد جزء من الحرائق هي حرائق مفتعلة، والجزء الآخر يعني في ترويج لنظرية المؤامرة في النهاية. يعني ليست كل الحرائق مفتعلة، وربما رواية افتعال الحرائق أيضا هي تفيد النظام أيضا في مسألة التغطية على عجزه في تأمين فوج إطفاء مجهز لخضم كل هاي الحرائق اللي عم تصيب الأراضي الحراجية والأراضي
المزروعة خصوصا في الساحل السوري وبين ريفي حما وإدلب. كل الشكر، كل الشكر لك هنادي. للأسف انتهى الوقت معنا، كل الشكر لك الكاتبة والمهندسة الزراعية هنادي زحلوت، كنت معي من بون فرنسا، وأيضا الشكر موصول لمنيرة الحاجي مراسل تلفزيون سوريا. حكي ميديا مشاهدينا بعد هذا الفاصل.